انطلقوا زملائنا في عربة النقل مشاهدين الأعزاء، وعندك عبد الله الوهيبي. شكرا سعيد بن راشد العويسي. مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاق يتواصل والتحية تستمر من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا الشوط الحادي عشر والمخصص للقعدان فهية المحليات الأصايل. هناك أيضا في هذه الفترة المسائية من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة والثمانية كيلومترات شعارات أصحاب السمو والشيوخ المنطلقة هنا الباحثة عن الناموس. هنا أسير مباشرة على البداية هلولة، أسير مباشرة مع انطلاقة مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر مسري بن سالم بن عرت الحميري من يقوده في عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة على المركز الثاني في هذه اللحظات. هذا هو الحذر لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس علي نيبي. هناك ايضا الزعيم من يتواجد في عملية التدريب والتضمير. بينما انتقل مباشرة على المركز الثاني، المركز الثاني وصول وتقدم من شعار هجن الرئاسة. هناك ايضا بانطلاقة شاهين في هذه اللحظات، راشد بن محمد بالسم المنصوري بانطلاقة شاهين بالفعل. بينما المركز الرابع في هذه اللحظات وصول وتقدم في هذا المسار من شاهين لهجن الرئاسة. يتقدم المجازف في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز السادس في هذه اللحظات وصول وتقدم هناك ايضا في هذا المسار، هذا هو سراب. سراب وصل ولكن هناك ايضا العندلي يتواجد لهجن العاصفة بقيادة غياث الاهلالي. في هذه اللحظات يتسلل من مركز تلو مركز. المركز السابع هناك سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن سالم بالمر السبوسي في عملية التدريب والتضمير. المركز الثامن في هذه اللحظات وصول من معرف او معروف. هناك ايضا يتواجد لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن جابر بن علي بن فاران، ايضا يتواجد في عملية التدريب والتضمير. هذا هو الشبل. بينما المركز العاشر في هذه اللحظات هملول. هملول وصل هملول لهجن الرئاسة، يقود عيسى بن سعيد بن عيسى آل خيلي. هناك ايضا بمتابعة أبو سعيد. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، ولكن شعارات قادمة، أسماء قادمة. هناك شعارات لها صولات وجولات في عالمنا الساحر، عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. لم يحين موعد دخولها إلى عالم النداء. أعود إلى المقدمة، أعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول شاهين بقيادة شاهين على البداية لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري. هناك أيضا يقود عملية انطلاقة شاهين. المركز الثاني الوصول والتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني وصل أيضا العندلي، يتواجد لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. بينما المركز الثالث وصل ايضا وانطلق شاهين لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري. هذا هو المستحيل من يتواجد في عملية التدريب والتضمير. الحذر الحذر الحذر، حذاري من الحذر لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس آل نبو. يا سلام يا سلام يا سلام، اعطيني المركز الرابع يا شاعرنا. هناك ايضا وصل وتقدم سراب. من يتسرب سراب؟ هناك ايضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن سالم الينيبي من يتواجد في عملية التدريب والتضمير. انتقل دائما كما انتقل. هناك ايضا من مركز تلو مركز الى المركز الخامس مباشرة شاهين لهجن الرئاسة بالشعار الأحمر شعار الخطر. من يضمر شاهين؟ المستحيل، راشد بن محمد بالسم المنصوري. بينما المركز السادس
وصل مياس في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بن عرتي الحميري هناك ايضا. التاريخ يتكلم، التاريخ يتكلم يا بالعرتي، بينما المركز السادس وصل القايد، وصل القايد هنا في هذه اللحظات لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية الحوت هناك ايضا يتواجد في هذه اللحظات. يا سلام الذي قدم الاسماء اليوم هناك ايضا مع انطلاقة الرموز، بينما اللي قادم واللي انطلق هناك معروف لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران على المركز الثامن والمركز التاسع. هذا هو الطاير هنا في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي المركز العاشر. وصل هملول لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي. هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى، ولكن أشوف القدوم، أشوف القدوم شمطير قادم هنا لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. يا هي مال يا ابو خليفه، هنا تتابع هذا الشعار اعود الى البدايه الاولى، اعود الى الصداره على المركز الاول في هذه اللحظات. اسراب 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 على مقدمه هذا الشوط، من يتسرب هناك ايضا في جسر العبور، مع جسر العبور في هذه اللحظات. هذا هو سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم الينيبي في عمليه التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو الحذر، وصل الحذر لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينبي الزعيم ابو ناصر، من يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. اتابع المركز الثالث، اتابع هناك ايضا العندلي يتواجد لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. وصل شعار هجن الرئاسة مقدم لنا شاهين، ولكن شعار هناك الادعم، الشعار الادعم يقوده هناك ايضا بانطلاقة القايد محمد بن خالد العطية يتواجد في عملية التدريب والتضمير هنا. يا سلام يا سلام، الامور في خطر، الامور في خطر ما بين هالشعارات، ما بين هالمؤسسات العملاقة. الله الله يا هم عمالقة من مضمرين فطاحلة، كبار من المضمرين، الكل يتابع اسم، الكل يتابع شعار، ولكن بقيادة اسراب على البداية هلولة، اسراب على الصدارة هلولة على المركز الاول في هذه اللحظات. هذا هو اسراب على الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم الينيبي هنا بقيادة سعيد بن سالم الينيبي. ركز يا ابو سالم ركز، بينما المركز الثاني القايد، وصل القايد، تقدم القايد لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية الحوت، الحوت الحوت الحوت. الله يا سلام يا سلام يا سلام، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في هذه اللحظات. الحذر، وصل الحذر، حذاري من الحذر في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي، ولكن هذا هو العندلي يتواجد بشعار، بشعار هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. من اللي قادم شمطير، وصل شمطير لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، من يتواجد هنا في عملية التدريب والتضمير. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الأسماء، يا سلام. أعود إلى البداية، أعود هناك مع سلام على البداية هلولة. أيضا صاحب السيارات، صاحب العروضات هناك أيضا على البداية هلولة، على الصدارة. الله، قدم العروضات الجميلة هنا أيضا، هناك أيضا ماخذ سيارتين ويبحث عن الثالثة في هذا المساء. الكل
السؤال الأخير، الكيلو الخطير، دخلنا أجواء، دخلنا فعاليته. هناك سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن سالم الينيبي هناك أيضا. يلا يا لينيبي، يلا يا لينيبي، هذا هو السلام. باحث عن السيارة الثالثة، باحث عن السيارة الثالثة، ولكن القايد 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 تكفى قدمنا يا ابن مية شوي. هناك أيضا على البداية القايد 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 ولا سراب ولا شاهين. هناك أيضا سراب على البداية هلولة، سراب على الصدارة هلولة، على المركز الأول القايد 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 يصبح قايدا لهذا الشوط في هذا الانطلاق في هذا المسار لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. يا سلام، سراب يحاول، سراب يحاول، القايد صامد، القايد صامد على البداية هنا. فلله درك الحوت، فلله درك الحوت على البداية هلولة. سلام للشعار ندعم، سلام سلام لميدان التحدي، سلام سلام ميدان الشحانية، سلام. هناك أيضا بانطلاقة القايد، تحديات القايد، عملية التدريب والتضمير محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس. المركز الثاني سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث وصول وتقدم. هناك أيضا هملول هجن الرئاسة. والمركز الرابع وصل شاهين لهجن الرئاسة. بينما المركز الخامس وصول وتقدم شمطير لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعين الكرام للخمسة المراكز الأولى. أيضا تهانينا والناموس لهجن أيضا الشحانية بفوز أيضا القايد والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. أعود إلى التوقيت الزمني لحظات وصوله وعبوله إلى خط النهاية. هناك أيضا المخرج المبدع الذي دائما يأتي بهذه اللقطات المميزة كل ما يدور هنا في عاصمة الميادين. تهانينا والناموس لشعار الدعم، تهانينا والناموس لشعار هجن الشحانية، وتهانينا أيضا للحوت من قاد أيضا القايد حتى خط النهاية بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 34 3 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثاني السراب، والله يقول حق قدم العرض الجميل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم الينيبي. هناك أيضا من يتواجد في عملية التدريب والتضمير 12 دقيقة 36 جزءا يتيما من الثانية. بينما المركز الثالث التشاهين، ايضا المركز الثالث وصل هملول هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد بن عيسى آل خيلي، وتوقيت الزمن 12 دقيقة 37 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس جميع الفائزين.